طلبت الحكومة النمساوية من طهران رفع الحصانة الدبلوماسية عن دبلوماسي في سفارة إيران في فيينا يشتبه بتورطه في المخطط الإرهابي ضد مؤتمر المعارضة الإيرانية. وأوضح ناطق باسم الخارجية النمساوية أن فيينا أبلغت سفير إيران في النمسا برفع الحصانة على المشتبه به. وكانت مصادر أوروبية قد أعلنت أن الدبلوماسي الإيراني أسد الله هو عنصر بإحدى أجهزة مخابرات طهران ومطلوب للشرطة الدولية. وتمكنت أجهزة استخبارات كل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا من اعتقال خلية مكونة من 6 أشخاص كانت مكلفة بتفجير مقر انعقاد مؤتمر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس بحضور عشرات الآلاف من بينهم شخصيات سياسية رفيعة.